كل ما تعنيه إفريقيا بالنسبة للأندية تلخصه كأس وصفت بالممتازة لأنها تجمع بين بطل القارة السمراء والمتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية. البداية كانت ضبابية بين الفريقين، محاولات هنا وهناك لم تعطي المرغوب فيها. الأبيض والأسود تحكم في الدقائق الأولى للمواجهة من خلال أكثر من محاولة قبل أن يهدد الأهلي بدوره مرمى سطيف، لكن بلا جديد أمام أنظار رئيس الاتحاد الإفريقي. هذا في الوقت الذي كان فيه سطيف قريبا من تدوين الهدف الأول في المباراة بعد انفراد الهادي بالعميري بمرمى الأهلي، لكنه لم يكن في الموعد. هجمات سطيف توالت لكن بلا طائل، انتهى الشوط الأول دون أهداف. في بداية الشوط الثاني وليد سليمان لم يحسن استغلال الكرة التي أتيحت له بعد تدخل للحارس خضيرية. رغم هذا جمهور الأبيض والأسود كان السند علّه يدفع الوفاق للتهديف، وبالفعل كان الهداف عبد الملك زيايا كان حاضرا في المكان المناسب مؤكدا أن الخبرة لها دور في مثل هذه المواجهات. الأهلي حاول تعديل الكفة لكن بلا طائل. وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة قد انتهت لصالح وفاق سطيف، القائد عماد متعب أكد أن الخبرة لا تقتصر على عبد الملك زيايا عندما دون هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة موصل فريقه إلى ركلة الترجيح، لكن خضيرية كان في الموعد وأهدى كأس السوبر التي أبت إلا أن تذهب إلى مدينة عين الكويرة.